اليوم خرجنا كنعبروا على الحزن ديالنا العميق في عدم تحقيق مطلبنا المشروع هو الادماج في اسلاك الوظيفه العموميه، وكذلك محاكمه الاخوه المعتقلين 9 اللي حنا اليوم حاملين صورهم محاكمه ديالهم نهار 3. حنا كنطالبوا البراءه ديالهم لانهم اصلا اغلبهم يعني قابعين في سجن الزكي ظلما وعدوانا وبتهم ملفقه. يعني انا خارج اليوم ضد تهميش القوانين المغربيه، انا خارج من اجل تفعيل الدستور، من اجل تفعيل المدونه، من اجل تفعيل القوانين اللي كتهز من صوره المراه وكتقدس المراه. الا عنده هو الوالده ديالته الله يخليها ليه وعنده مراته الله يخليها ليه، يحترم نساء اخرين اللي ماشي بحال التوجه ديالو. العدد اللي كتشوفوه الان النساء يفوق ما كان منتظرا، وايضا يفوق ما كان يحكى ويقال، لان المراه ما يمكنش تعبأ وتجي اكثر منها. فالدليل هو هذا ان المراه تقدر تجي وتقدر تدافع على حقوقها. تقريبا مسيره اليوم اللي سميناها مسيره غضب، خديناها كائتلاف المساواه والديمقراطيه، شاركت مجموعه ديال الاحزاب السياسيه وجمعيات المجتمع المدني والهيئات النقابيه والحقوقيه. بطبيعه الحال اليوم في مسيره الغضب او مسيره التحدي بغينا نثبتوا للعالم ان نساء المغرب نساء مناضلات، نساء موجودات على الساحه.